عقد البرلمان العربي اليوم جلسته السادسة والختامية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، والتي شهدت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع السياسية في الوطن العربي، إضافة إلى بحث المبادرة التي تقدم بها وفد مملكة البحرين لرفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي. وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا من القاهرة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي. مساء الخير سيدة دلال، وبداية لو تحدثينا حول أبرز ما ناقشه وخرج به البرلمان العربي بعد جلسته الختامية اليوم. اليوم طبعا ناقشنا أهم مستجدات الأمن القومي والعربي خاصة في فلسطين والعراق واليمن وسوريا والصومال، واتخذنا بشكل خاص فيما يحدث في اليمن والموصل أن يكون هناك آليات الدعم والمساعدة العاجلة من الناحية الصحية والغذائية بالنسبة للاجئين والنازحين. أيضا كنا في من المشاريع القوانين ذات الأهمية القانون العربي الاسترشادي للاستثمار، أيضا محكمة الاستثمار العربية كيفية سبل تفعيلها وتعديل أيضا عملها بحيث يتم الاحتكام لها في النزاعات بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وتم استعراض أيضا وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي التي طبعا اقترحت من قبل البرلمان العربي، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة في الإرهاب ومكافحته بحيث أنه يتضمن إدراج عدد من الأفعال خاصة فيما تتعلق في أبعاد التشجيع والتحبيذ والتمويل سواء المباشر وغير المباشر. نعم. بأن تشكل من ضمن الأفعال يعني التي تكون من ضمن الأفعال المجرمة. وأيضا طرحنا رؤية من البرلمان لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وحيث تكون هناك يعني هناك بلا شك ان مبدا الدول العربيه هو مكافحه الارهاب، ولكن هناك من عدد من الدول من هي جاده فعليا وليس صوريا لمكافحه الارهاب على المستوى التشريعي وكذلك في تعاونها مع الدول سواء المجاوره. نعم سيده دلال، وفد مملكه البحرين تقدم بمبادره لرفض ربط العنف والارهاب بالدين الاسلامي الحنيف، لو تحدثينا عن هذه المبادره التي تقدم بها الوفد. اليوم طبعا في الجلسه تم اعتماد الاليه التنفيذ التي جاءت في هذه المبادره والتي تم تسميتها بانها رؤيه الان وافق عليها البرلمان. احنا استهدفنا حقيقة ان اليوم تلك القرارات التمييزية ضد المسلمين تنشأ عنها في مواجهة تحديدا الدول الغربية ما هو يثير الكراهية وينتج عنها التمييز العنصري، ويحسب هذه الامور طبعا ضد تلك الدول الغربية ويؤثر من ناحية السياسية والاقتصادية وايضا الاجتماعية. في الوقت ذاته اللي احنا نكفل كدول عربيه حمايه الاقليات من الديانات الاخرى في دولنا العربيه والاسلاميه، سواء من على مستوى مباشره الشعائر الدينيه، الحياه المتساويه مع المواطنين في الحقوق المتعلقه في العمل، في التنقل، في ممارسه الشعائر كافراد انهم يحظون بالشخصيه القانونيه وفق مبادئ حقوق الانسان. ايضا ان احنا توجهنا اليوم نبي نعطي دول القرب اثر تداعيات ربط الارهاب بالاسلام والقرارات التمييزيه ضد المسلمين من ناحيه كيف تاثر على المستوى الاقتصادي والعلاقات يعني سواء على مستوى الشعوب او مستوى الدول. لنا بيكون ايضا لقاء مع البرلمان الاوروبي في هذا الشان نظرا لارتباط عدد من الدول الاوروبيه، بعضا منها أصدر تلك القرارات ومرت من خلال البرلمانات كبرلمان عربي، راح تكون هناك تحديد لتلك القرارات التي إحنا عندنا اعتراض بشأنها وإن كيف إن هي منافية للمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي. فهذه أهم شيء صراحة. نعم. وتم الموافقة على مباشرة الآن تلك الآلية. نعم الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.